ها عرفتوني وانا لابسها صح؟ حتى انا عرفتكم مع انه بعضكم مو بلابسها الحين. خلاص اجل خلونا كذا على طول لين نخلص من هالجائحة اللي ما خلط بيت الا ودخلته، ومرات ما تطلع الا وتاخذ روح واحد من حبايبنا. الوقاية والله بيدينا مو بيدينا حد ثاني. معكم المهندس تركي الدوسري في حلقة جديدة من بايوميديا. السلام عليكم مصورنا، بس لو سمحت ترجع شوي وراء أكثر شوي، بعد لو سمحت، بس تمام كذا نقدر الآن نشيل الكمامة. تذكرون أزمة الكمامات اللي كنا نشتريها بأغلى الأثمان وصلت إلى 80 ريال تقريبا، وهي ما كانت ولا تساوي ولا عشرها الثمن، وندورها ولا نحصلها إلا بالعافية، وبالقطارة يعطيك 5 كمامات بكيس وممنوع تاخذ أكثر من كيس، ما كان باقي إلا يصرف لك بدفتر العائلة من اللي قاعد يصير. كل هذا كان في البدايات صح؟ طيب وش اللي خلانا نتركها الحين وهي متوفرة في كل مكان؟ لا وبعد بسعرها تقريبا الطبيعي، مو سعر الأزمة. ترى كورونا ما راحت ولا عندها نية تروح لين أهل الاختصاص يقولون لنا هالشيء. يا أخي وزارة الصحة نبح صوتها وهي تعيد وتزيد علينا النصائح والتوجيهات بخصوص الاستمرار في الإجراءات الوقائية، وبعض الناس ولا جاب خبر. تشوف أعداد المصابين، تحصل الحالات قاعدة ترتفع، تنزل للشارع تحس إن كورونا خلصت، قليل اللي ماشي بكمام ومعطي اعتبار للإجراءات الاحترازية. يمكن لو حصل واحد لابس كمام صوروا معاه سيلفي. طيب الحين أنا ودي أفهم إيش المشكلة عند بعض الناس في لبس الكمامة هذا وهي عبارة عن قطعة قماش صغيرة. أجل لو كان مثل ما تشوفون بالصورة كان وش سوينا؟ لا يا حبيبي، هذا لا كان فضائي ولا وحش مخيف، هذا كان شكل أول كمام اخترعه الإنسان في التاريخ، واللي صممه العالم الفرنسي تشار ديلور طبيب الملك لويس 13، اللي ابتكرها على إثر انتشار الطاعون في باريس عام 1619. كانت على شكل غطاء جلدي بمنقار طويل ومدبب، وكانوا يحطون فيها بعض العطور والأعشاب اللي يعتقدون أنها تكافح الجراثيم. هذا القناع اللي عمره الحين أكثر من 400 سنة موجود في متحف دوتش هيستوريز في برلين. عام 1878 نشر أحد الأطباء في جريدة ساينتيفيك أمريكان مقالا ذكر فيه أن قناع الوجه من أهم الاحتياطات التي يتخذها الإنسان لمواجهة الفيروسات والجراثيم، ومن هنا تطور شكل قناع الوجه إلى شيء يشبه الشبكة توضع على الوجه. وفي عام 1905 نشرت الطبيبة تشيكاغو أليس هاملتون مقالا في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية تشير فيه إلى أن التجارب أظهرت انخفاض في كمية البكتيريا التي تخرج من العطاس أثناء ارتداء المريض للكمامة، واستمر تطوير الكمامة عبر السنوات لأشكال مختلفة بالمرة كان الهدف منها هو إنقاذ الإنسان من الأوبئة والجوائح التي يمر بها. سامعني اللي ولا على بالك؟ في عام 1905 ضرب وباء الطاعون الرئوي أحد المناطق في الصين، واتضح أنه ينتقل عبر التواصل المباشر، ولمنع انتشار العدوى تم تطوير الأقنعة للشكل المتعارف عليه الحين، وتم توزيعها على الطاقم الطبي وعامة الناس للحد من انتشار العدوى، وفعلا أثبتت الكمامة نجاحها، وبسببها استطاع الإنسان المرور بسلام من أوبئة كثيرة على مر التاريخ. الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 اللي قضت على 40 إلى 50 مليون شخص، الإنفلونزا الآسيوية عام 1958، إنفلونزا هونغ كونغ عام 1968. صحيح أن كل هالأوبئة قضت على أعداد كثير من الناس، لكن الكمامة لعبت دور كبير في تحجيم هذا الانتشار، وصولا إلى ضيفنا الثقيل جائحة كورونا.
اللي لليوم حصد أكثر من 1,400,000 حالة وفاة. تخيل معي لو ما كان في كمامة، كم راح تكون نسبة الوفيات؟ كانت راح تصل إلى أكثر من 300,000,000 حالة وفاة مقارنة بالنسبة الحالية. أنت متخيل الرقم؟ خلال الأيام الماضية أعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة عن احتمالية حدوث موجة جديدة من الجائحة تصيب العالم كله في حال التراخي والتقصير في تطبيق الإجراءات الوقائية. يعني ممكن نلعب كيرم مرة ثانية. صحيح أن الكل يسمع عن تطور البحوث الخاصة باللقاح وأنه على الأبواب، لكن وقايتنا زي ما قلنا بأيدينا، فخلونا نحافظ على صحتنا، وإلى ما يطلع اللقاح ويتم اعتماده لكل حادث حديث. ولا ننسى أن وراء كل ألم أمل. وبكذا وصلنا لنهاية حلقة اليوم. اكتبوا لي في التعليقات، بتلتزم بالكمامة والاحترازات ولا المخالفة معجبتك؟ ولو تعرف أحد مطنش ولا جاب خبر، انشر له الحلقة عشان يشوفها زيك وياخذ حذره. ولا تنسى اللايك واشتراكك بالقناة. انتظرونا كل خميس الساعة 7 المساء. سلام.